أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك كذلك وزوجناهم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة
تتلولا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فإنما لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم.